صحة أثر أن النساء ولدن 1000 غلام سفاح في زمن يزيد بن معاوية، لا نعرف شيئا عن ذلك، وأرجو أبو الرب ألا تتولى الدفاع عن يزيد. إن النبي قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. فلكونك شامي تدافع عن يزيد، أرجوك حافظ على نفسك. لا أعني هذه اللحظات، إنما أعطيك يعني نصيحة.